وينه وينه ميبعاته، وعليه صار عارض صحي بسيط والحمد لله على سلامته ومشتاقين له ومبطين عنه. أبو تركي صالح بن عبد الله العريض، ألف ألف سلامة عليك. وهل قولون الظهر ولا لا؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليه. حقيقة أنا طبعا خرجت من هذه الحقيقة الوعكة بعدة يقول ما أقول دروس. والله يا جماعة الخير إنه نعمة من نعم الله الإنسان فعلا تصيبه أحيانا وعكة، هي نعمة ولو إنها ابتلاء، ولكنها نعمة يكتشف من خلالها. أنا أكثر ما قرأت عنه، ويمكن هذا يتعلق بالمرضى اللي في المستشفيات الآن، هو إنه كيف القرين يحاول يهول لك الموضوع ويجعلك، يعني خاصة القولون يقولون في علاقة كبيرة جدا جدا وبينه وبين القرين. وحقيقة في دراسات يعني إن شاء الله القرين اللي هو كل إنسان له قرين زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنني أعانني الله عليه فأسلم. حتى قال لعائشة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: حضرك شيطانك، في تعرفون الحديث اللي قال حضرك شيطانك، يقول هذا القرين موجود مع الإنسان، مع كل مسلم، مع كل إنسان عموما، فهو اللي الآن يكبر الموضوع ويقول أنت مريض، أنت فيك سرطان، أنت بتموت، أنت فلذلك يقول هو يحركه يحر يهيجك ويخليك يحاول توصل، لأنه القرين هو تعرف غير مسلم كافر، هو ضدك، وهو اختبار لك وامتحان طول ما هو في الجسد. متى يفارق الجسد؟ إذا هو ما يموت، هو يخرج، يقول طبعا من الأقوال ما أدري الله أعلم، يقول يخرج فيصبح مارد، هو يخرج من الجسد ما يموت، هو أنت تموت هو ما يموت، هو يستمر في هذا. فلذلك أقول الإنسان أول شيء إذا أصيب خاصة في قضية القولون، وأنا أعتقد أن بعض الأطباء ويمكن كثير من الأطباء ما يعطيك تشخيص، يعطيك مهدئة، يعطيك علاجات، يعطيك حبوب فحم في مقولة بس هذه غير قابلة للنشر، يقول ليش يعطون الفحم؟ طبعا تعرفون من أكل الجن الفحم، فهمت القصة؟ يقول من أكل الجن وشو؟ الفحم الحمم. لا لا لا، ذكرها الرسول عليهم، قال تحدثوا مع الرسول قالوا لا، طعامهم طعام حيواناتهم الروث ده والعظم، وصلى الله عليه وسلم والحمم، والحمم هي قال إن هي الفحم، لا موجود، لا طلعت عليها ولعلكم تطلعوا عليها. المهم القصة قضية إنه يكبر المرض في نفسك ويجعلك تعيش الوهم، والوهم هذا اللي كثير يعيشون، وأنتم تعرفون قصص الوهم. أحد يمكن تسمح لي بس قبل ما خليك بعد ما تعرف بابو ذا، أنا بقول قصة عن الوهم عاشها إنسان حول 20 سنة وهو ليس في مرض. كلها هذا الناس تعرفه الشيخ. أبوش الناس تعرفه. جزاك الله. معنا سمير مرسي مصطفى من جمهورية مصر، عمره 22 سنة. خل الكاميرا عليه شيخ، الكاميرا عليه، يقول أبو تركي خلونا. فرصة سعيدة أخي سمير. أهلا وسهلا. أهلا يا باشا. لا لا سمير، لا سمير إيش فيكم أنتم؟ قلبتوا ما أدري، ما عاد ندري يا شيخ. من دمياط أبو عمر، لأن عندهم يصلحون الكنبات الكبار والكراسي. أبو عمر أخونا طبعا، بيض الله وجهك يا أبو تركي. عبد الرحمن بن عثمان السلامة أبو عمر، يا هلا يا هلا ويا مرحبا يا مرحبا. سمي غلط، هلا كيف حالك شيخ؟ يلا اخلص عشان ارحب بالناس عشان نرجع. يا هلا وسهلا، ارحب بالناس. إيه؟ الله يحييكم مشاهدينا الكرام في هذا البرنامج المتميز، برنامج الأجاويد. والله يحييكم، اليوم ستسمعون اليوم ان شاء الله العجائب وتسمعون الغرائب. ابشركم في جن وفي فحم وفي علوم زينه، شيء اول مره نسمعه وشيء اول مره نشوفه، ولكن ابشروا بالخير. انا متفائل في هذه، ان شاء الله بيجي معنا مرده من الجن ان شاء الله. والله يحييكم يا هلا وسهلا. نرجع لابو تركي، المهم الدكاتره اللي بي منا ولا منا، المسؤول ابو تركي. تسلم يا ابو تركي. أقول على قضية إن أول شيء، هل القولون ما له علاج؟ إلا له علاجات، بس العلاجات تعالج عرض وليس المرض. لذلك بعض الناس يستمر معه سنين طويلة. هذا مرض. وفي قولون عصبي، عصبي هذا مرتبط بالحالة النفسية، واحد يضاق صدره وكذا
انت فخبر. هو يقول انت بادل، هو يسبب مشكله نفسيه والنفسيه تسبب قانون، يعني هم بينهم زي ما يقول هذا يسبب هذا وهذا يسبب هذا. فما في بالاخير لما تروح لاطباء، وانا اطلعت على مقاطع كثيره. انت كنت الوعكه اللي جتك من قالوا قولون. طب وش دخل الحجامه في القولون؟ قولون يقول سبحان الله، هذه من يعني من ضمن اللي تخفف اعراض القولون العصبيه. سبحان يمكنها نفسي. في تفسيرات، في تفسيرات لها، بس يمكن ما كل شيء يقال يعني، ولا في تفسيرات كثيره يعني. صح. اطرقوا عليها ان الدم، وان الشيطان يجري بالانسان مجرى الدم، وانه له اثر على الانسان، فكل ما صارت الحجامه. وطبعا لا تنسى وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قال أوصي أمتك بالحجامة. يكفي هذا الحديث أن وصايا الملائكة يوصون الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت سويت حجامة؟ أنا سبق سويتها؟ إي سبق. أنا خايف منها بس. لا ما سويت. كثير كثير يقولون. أنا لي تجربة يا أبو عبد الرحمن. زينة؟ أنا لي تجربة جميلة. أنا كان أغمي عليك، طحت، دختة، عرفوك هلك. أنا معي معي قولون. بعد أنت؟ جمعي قولون قبل ما يقارب أكثر من 20 سنة. المهم رحت للمستشفى وأعطوني أدوية، حبوب واجد، اكلتها مره واحده، ما ادري ما اقتنعت، ما حسنت، تركتها. اتضايق اذا اكلت اذا امور واجد. المهم جاء ذاك اليوم، كنت جالس عندنا دوريه وسولفت انا ويا الشباب يا الربع اللي عنده علاج للقولون وشو. قال واحد منهم عندي لك حجام ممتاز. والله اقول في نفسي ذا صاحي ذا ولا مجنون، حجام وش دخل الحجامة في القولون؟ أقول له أنا كذا. قلت عطني رقمه، وأعطاني رقمه، هو اتصلت عليه ورحت له. الرجل نحسبه والله حسيبه رجل صالح، وحجمني حجامة والله، وأنا عنده لمست أثر العافية وأنا عنده. وينها في الحجامة؟ محلها الراس، هو في الراس وفي الظهر وفي، وحط لي حجامة يسمونها جافة في البطن، أربعة جافة بدون دم يعني. بس يشفطها كذا هواء بس. هواء بس. والله من يوم انه شفط اللي هنا وانا مونس العافية. يا الله. اي والله. من 20 سنة. من 20 سنة. وشلونك الحين؟ ابشرك طيب. ولله الفضل والمنة. عقبها على طول ولا خذيتها شيء ثاني؟ ابد، من في نفس اللحظة. سبحان الله. انا انست العافية من نفس اللحظة، انا اتكلم عن نفسي. في ناس راحوا ترى ما استفادوا. من نفس خويك؟ لا، اي في ناس راحوا الله جعل الشفاء في يد بعض الناس. صح. الله ما يعني ما تدري. لذلك انا اقول يعني الالتزام، ترى شفت كلام ابو تركي كلام مهم، الالتزام بالاذكار الصباح والمساء. الذكر عند النوم والله انا وجدت له اثر كبير. الوضوء قبل النوم، وانا كسلان تراي، الوضوء قبل النوم ثم القراءه. هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام، قل هو الله واحد ثلاثا مع النفس، وثم مسح ما أقبل من الجسد، قل أعوذ برب الفلق. نفس الطريقة جاك النوم ويبيك رقية ويبيلك وقراء، وقل أعوذ برب الناس بس عشان نستكمل، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات مع النفس، والله وجدت لها أثر وعافية. وبقية الأذكار، آية الكرسي طبعا، الحديث المعروف حديث أبو هريرة أن الإنسان إذا قرأ ما يقرب الشيطان إلى آخر. المهم الإنسان يلتزم بالأذكار وبيعافيه الله يفركه من عيون الناس. أنت سويت حقة البطن هذه؟ أول مرة أسمع. لا أنا ما سويت حقة البطن، أنا سويت حجامة الأخدعين طبعا اللي معروفة المشهورة. لكن أنا الآن أبحث عن حجام، حصلت رقم وزينة علمني، في يقول في واحد، انا ادور حجام خلال الفتره لان نصحوني موجودين الحين ما شاء الله انتشرت في عيادات. لا في عيادات كثيره، في عيادات كثيره، في ناس يجونك متخصصين يعرفون في قضيه زي ما قال قولون، يسوي لك كذا لو عندك مشكله معينه يعني، تلقاهم متخصصين في اشياء. وانا لقيت واحد ماخذ دورات في الصين وماخذ دورات في الهند، يعني ما شاء الله عنده خبره طويله في المجال. برجع لقضيه الوهم، لان زي ما قلنا الان الشيطان طبعا معروف دوره فيه انه يخليك تعيش في رعب، تحزين تعيش يحزن. اي صح. ابو عمر ماسك على شغله معينه ما ادري ايش هي. الفحم. انا ضاق صدري والله. لا والله ضاق صدري ولا لا؟ ايوه
انا اشوف انا ضايق صدق اول مره اشوف ابو عمر يضحك كذا. انا عشان كذا وقف الكب الحين ان الحلقه وش تونا نقول نبي سعه صدر وجبتونا في امراض في كل تحبون المرض تحبون لا المهم المهم نخرج من الموضوع. طيب انت خذ رقم الرجال لا ما اخذ رقمه حي خويك ولا ميت يرفس 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 يبي يموت ان شاء الله. لا احنا له 20 سنه ولا لا توفى الاب وتوفى مع ذل الولد. لا الولد اللي توفي لا الولد دارسه في ماليزيا. اشوه الحين اهم شيء والشباب ينبهوني يقول الحمد لله وزاره الصحه الان سوت تقنين وترتيب جدا جميل وعيادات على وضع النقاه تجيهم واشياء وادواتهم نظيفه وفيها ترخيص واللي عاملين فيها يعني يلبسون لا لكن اول كنت ادورهم تلقاهم اللي عندي في الشميسي القديم هذا راك يشققون راسك بالموس بس يصير فيها بعد تلوث يصير فيها شيء صحيح. الحمد لله لا ترى اللي نتكلم عنهم يا بابا الحين الشغل نظيف ترى هم تبع عياداتهم رسميا بس انه يجيك البيت وفاهم تختار شخص جهه وشخص فاهم يعني لما تحتك مع الناس يعلمونك هذا الشخص انا والله حجمت عنده. ابرجع لقضيه ان قصه الوهم الوهم طبعا الوهم في قصه في قصص قديمه معروفه الذي كان يشعر بثقل في راسه ثم وضع ذاك الرجل فخار فكسره ثم شعر انه ايش انه انتهى الثقل اللي في راسه. هذه قصص كثير الوهم. انا اقول انهم ما يعلمون شيء لأن الجن يحاول يعني أو يعمل إيش إنه يخوفك ويقول تبي يصير لك كذا. هو ما يعلم شيء. أحد العلماء دخل على أحد المحتالين رجل محتال وكان يأخذون التمر وكل واحد يقول أنت معك 7 حبات تمر أنت معك 10 حبات تمر أنت معك 20 حبة تمر. فجاء العالم قال طيب أنا أدخل أوريكم أكشف عليه أكشف لكم الخداع. فأخذ التمر ما عد التمر. هو العالم مسك التمر قال كم قال طبعا فجاب رقم طلع غلط جاب رقم آخر قال أنت علمت لما علم القرين وما لم يعلم القرين فلا تعلم. لأن القرين هو اللي يتصل والقرين يعلمون على ما يقول يسوون شبكة اتصالات. الله يحفظكم الله يحييكم نبي اليوم